قصة حياة الفنان السوري القدير أسعد فضة، وتعرفوا على زوجتيه وأهم محطات في حياته. صنع الفنان السوري أسعد فضة مسيرة فنية رائعة، فهو المخرج المسرحي الذي امتلك أدوات الإبداع والممثل صاحب الحضور والمثقف المتحضر. تعددت أعمال الفنان أسعد فضة ما بين المسرح والتلفزيون والسينما، كما شغل العديد من المناصب الإدارية الهامة. بدأ أسعد مسيرته الفنية على خشبة المسرح في العام 1964، حيث أخرج مسرحية الإخوة كارامازوف، وطورت أعماله بعد ذلك، وبلغت عدد المسرحيات التي أخرجها أسعد فضة 30 عرضاً، وأغلبها نال إعجاب الجمهور والنقاد. ولد الفنان أسعد فضة في 5 أيلول سبتمبر عام 1938 في قرية بكسة في اللاذقية غرب سوريا. وعمر الفنان أسعد فضة في العام 2020 هو 82 عاماً. برجي الفلكي هو برج العذراء. وساهمت الدراسة بشكل كبير في ناحية موهبة الفنان أسعد فضة، إذ التحق بمعهد الفنون المسرحية بالقاهرة في العام 1963 وتعلم فنون الإخراج والتمثيل. وفي العام 1966 أوفد الفنان أسعد فضة إلى فرنسا لدراسة المسرح، ومعه الأديب علي عقل عرسان والمسرحي سعد الله والنوس. ولدى عودته أدار المسرح القومي حتى عام 1974، وبعدها انتقل فضة إلى إدارة المسارح والموسيقى في وزارة الثقافة حتى العام 2001. وفي العام 1976 أنشأت وزارة الثقافة المعهد العالي للفنون المسرحية، وكلف أسعد فضة بتدريس مادة التمثيل. وأدرك الفنان أسعد فضة أنه يمتلك موهبة الوقوف أمام الكاميرا، فقرر أن يهجر الإخراج ويبحث عن جينات الممثل بداخله، حيث تألق فضة في أعماله الأولى بالتلفزيون. وكان الفنان أسعد فضة أول ممثل سوري يجسد شخصية الحارة الشامية وتقاليدها في مسلسل أبو كامل في بداية التسعينيات، وتابع تجسيد الشخصيات الشامية في عدة أعمال أخرى. ولم يبتعد أسعد عن المسرح رغم انشغاله في الأعمال التلفزيونية الكثيرة، بل كان دائم التفاؤل بمستقبل المسرح السوري. وكانت آخر أعمال الفنان أسعد فضة المسرحية مسرحية حكاية بلا نهاية من تأليفه وإخراجه في العام 1986، ومثلت فيه زوجته الراحلة مها الصالح. أما عن حياته الخاصة، فقد تزوج الفنان أسعد فضة من الفنانة السورية الراحلة مها الصالح، أخت زوجة الكاتب الراحل محمد الماغوط، وأخت زوجة الشاعر أدونيس. مها الصالح، والتي كانت ممثلة ومخرجة مسرحية معتمدة على فن المونودراما، ولها العديد من الأفلام والمسلسلات السورية، قبل أن يغيبها المرض عن الساحة الفنية لفترة طويلة قبل أن تتوفى. وأنجب أسعد فضة من الراحلة مها الصالح ابنة واحدة تدعى راما، ودرست الهندسة المعمارية وبعيدة بشكل كامل عن الأضواء. مها الصالح ولدت في مدينة جبلة في اللاذقية بتاريخ 10 إبريل عام 1945، وتوفيت بسبب مرض السرطان بتاريخ 14 يونيو عام 2008. واجتمعت مها الصالح مع أسعد فضة في أول دور احترافي لها في مسرحية دون جوان في العام 1964. الفنان السوري مجد فضة ليس ابن الفنان أسعد فضة ومها الصالح،
كما هو متداول على أغلب المواقع الفنية، فالفنان أسعد فضة ليس لديه سوى ابنة وحيدة. الفنان أسعد فضة متزوج حالياً من السيدة صفاء خيربي. وأطلق أسعد فضة في العام 2017 كتابه الأول بعنوان إطلالة على الذاكرة من إنتاج الهيئة العامة للذاكرة، حيث يروي فيه فضة أبرز محطات حياته الفنية والاجتماعية وسيرته الذاتية الكاملة. وفي العام 1988 نجح فضة في انتخابات ديمقراطية حرة كنقيبا للفنانين في الجمهورية العربية السورية لدورة تمتد لأربعة سنوات، وفي انتخابات دورة أخرى لغاية العام 2006. وتقلد أيضا فضة منصب مدير المسارح والموسيقى التابع لوزارة الثقافة، وتبوأ منصب المدير لأهم ثلاث مهرجانات سنوية في سوريا، وهي مهرجان المحبة في اللاذقية، ومهرجان بصر الدولي في درعا، ومهرجان دمشق المسرحي. وشارك فضة في العديد من البرامج والتمثيليات الإذاعية، منها برنامج الأرض الطيبة والذي قدم على أثير إذاعة دمشق بدءا من العام 1967 واستمر لسبعة سنوات. أما في السينما فلدى أسعد فضة العديد من الأفلام التي نال عليها جوائز عديدة، ومنها حبيبي يا حب التوت، فيلم ليالي ابن آوى، ودمشق مع حبي، رسائل شفهية، وفيلم الفهد الذي صنف ضمن أفضل 100 فيلم من كلاسيكيات السينما العالمية. وحصد الفنان أسعد فضة العديد من الجوائز كأفضل ممثل وجوائز تقديرية من مهرجان دمشق السينمائي الدولي ومهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون، كما وتم تكريمه في العام 2006 بتسمية صالة المسرح القومي في مدينة اللاذقية باسم مسرح الفنان أسعد فضة. وفي العام 2019 انتشرت شائعة وفاة الفنان أسعد فضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك أثناء وجوده في القاهرة لتكريمه في مهرجان المسرح العربي، لكن زوجته نفت هذه الشائعة من خلال حسابها على موقع فيسبوك.